بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مع بعض بقى آخر جزء في المحاضرة الخاصة بالماسكس أو الماسكات. ويعني هتكلم شوية على إزاي إن احنا نستخدم أكتر من ماسك في إن احنا نعمل رسم لخاتم أو لرينج. وعلى فكرة هو الدرس ده موجود كامل بس أدفانسد شوية كدرس أجنبي، لكن أنا قلت آخد الحتة بتاعت الماسكس بحيث إن احنا نطبق تطبيق عملي شوية. الصراحة انا كان في دماغي تطبيق تاني خالص، لكن كنت هستخدم فيه الكاميرا، فقلت احنا لسه ما اتكلمناش في الكاميرا، فاخترت التطبيق ده بحيث ان احنا يعني نبقى التعامل مع الماسكس بس. اول حاجة هروح لكمبوزيشن واقول له نيو كومب، اختار الابعاد اللي انا عايزها وريزوليوشن خليها فول واعمل اوكي. تمام بالشكل ده، دي الكومب بتاعتي. طيب مبدئيا انا عايز اعمل دايرة. حاول دايما لو انت هتعمل دايرة، لو انت جيت تعمل layer new solid، حاول انك تخلي السوليد دي مربعة، تخليها مربعة بحيث انك لما تيجي على الاليبس تول وتضغط عليها دبل كليك، كده كده دبل كليك قلنا مجرد ما تضغط دبل كليك بتنزل لك بنفس الارتفاع والعرض بتاع الكومبوزيشن او السوليد، اتفقنا؟ فكده كده انا عايز دايرة، اذا انا عايز مربع عشان تجيلي دايرة ما يجيليش شكل بيضاوي. هروح للاير نيو سوليد وهسمي دي مثلا وليكن هسميها سيركل، هي هنا مثلا 1920 في 1080، ممكن اخليها مثلا 846 في 846. على فكرة مش شرط 46، يعني هو بس اتمني في كومبوزيشن مساحتها على ما افتكر مش عارف 486 في 846 حاجة زي كده يعني. شيل طبعا لو دي معمولة لوك شيلها، بعد كده اعمل اوكي. تعال نخلي بس لونها الاول وليكن يعني رمادي، يعني غامق سنة، وبعدين اوكي بحيث تنزل لي بالمنظر ده كده. الشكل ده انا هستفيد منه ان انا لو رحت على الماسكس وخدت الليبس تول وضغط دبل كليك، في الحالة دي نزلت زي ما انتم شايفين دايرة، نزلت دايرة. ليه؟ لان هي كانت اصلا مربع. طيب جميل قوي، هنا احنا عملنا اول ماسك. طيب لو انا هسمي الماسك ده وليكن هسميه اوتر ماسك، اوتر ماسك، انا قلت عايز اعمل رينج او عايز اعمل خاتم، اذا هروح على الاوتر ماسك ده واعمل كنترول دي وهسمي ده انر، واخلي الانر سبتراكت من الاوتر. اعتقد احنا خدنا بالنا دلوقتي اللي حصل زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت. بمنتهى البساطه هروح على اوتر وانر وافتحهم الاثنين كده وابدا امسك الاكسبانجن بتاع، طبعا ده الاوتر فده مش هيلزمني خالص، فهخلي الاكسبانجن بزيرو وابدا اشتغل على الانر بالشكل ده كده علشان اعمل شكل الرينج او شكل الخاتم زي ما احنا شايفين. طبعا تقدر ان انت تزود الاكسبانجن او تقلله زي ما انت عايز او زي ما انت تحب يعني. هو بس في حاجه ان انا مش عايز الحواف اللي بره دي تبقى حاده بالمنظر ده، فهحط فيذر او تنعيم بقيمة مثلا 2 بيكسل لجوه زي ما احنا شايفين، واحط بتاع 2 او 3 بيكسل لبره بالشكل ده بحيث تبقى الحواف ناعمة زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده. طيب لحد كده ومفيش اي مشاكل، هو بس اللي انا عايز اعمله ان انا الاكسبانجن عايز ان انا ازوده لجوه شوية بالشكل ده كده، يبقى بالمنظر ده. طيب جميل، عايز بعد كده اعمل انعكاس بقى او شكل او اخليه ياخد شكل ال 3 دي شوية. ده سهل قوي، ان انا اروح لسيركل دي واعمل كنترول دي او دبليكيت، تمام، وهغير لون السوليد دي بدل ما هي رصاصي هخليها ابيض، تمام، يعني مش ابيض ابيض بالشكل ده كده، بالشكل ده. بعد كده هروح لسيركل دي وهسميها مثلا
او اسميها سبيكيولر لمعان يعني، وهضغط MM من لوحة المفاتيح، واشتغل على الاكسبانجن برضو بتاع الماسكس، تمام، بس بالشكل ده كده علشان اخده بالمنظر دوت بالشكل ده كده، بحيث يديني المنظر ده. اللعبة كلها بقى في الفيذر، الفيذر اللي هيديني الشكل اللي انا عايزه. لو انا رحت للفيذر بتاع الاوتر ماسك، تمام، وعليت الاوتر ماسك، شفتوا ادى ايه، شايفين، خد شكل رياليستيك قوي، وخد شكل حقيقي قوي اللي هو شكل الرينج او شكل الخاتم. طبعا تقدر بقى انك انت تزود اكسبانجن، تقلل، ممكن اجي في الانر ماسك واقلل الاكسبانجن شويه كده بحيث ان انا اظهر الشكل اللي جوه. طيب لو احنا حبينا نعمل كمان خط رفيع بحيث يبين هو الحد بتاع الخاتم، مفيش مشكله، خد السبيكولر ده واعمل كنترول دي، تمام، هنعمل كنترول دي، وتعالوا نعمل سولو للي تحت وللي فوق، اللي هو ده هنسميه بقى سبيك لاين مثلا، وام ام، خلاص. طبعا هو خط رفيع، اذا انا مش عايز فيذر، عايز الفيذر الى حد ما بزيرو، وده برضو الى حد ما بزيرو. كل اللي انا هعمله ان انا الاكسبانجن ده هدخله لجوه كده، وده اقلله بالشكل ده كده بحيث يديني الخط الرفيع اللي احنا شايفينه ده. ممكن كمان ان انا اقلل اكسبانجن حبه، الفيدر ممكن ازوده يعني سنه بسيطه، ماشي بالشكل ده كده. لو انا بقى كمان خدت الماسك بتاع الثين لاين ده، بصوا كده، لو انا مثلا جيت على النقطة دي وبالسهم بتاع الماوس زقتها لجوه حاجة كده مثلا، وجيت على النقطة دي زقتها لجوه، تمام، بقت بالشكل ده كده. اشيل بقى السولو واشيل السولو دي، تمام، اداني حافة لمعة داخلية جوه الرنج نفسه. طبعا اقدر ان انا برضو اقدر ان انا اظبط الماسك بتاعي واظبط الدنيا بتاعتي، برضه اخده، ممكن اخده من تحت كده، تمام. ممكن العب كمان في الاكسبانجن نفسه، ان انا اخلي الاكسبانجن يعني قليل شوية، ايوه، لغاية ما ياخد الحد ده كده. ممكن كمان نعمل ايه، ممكن ان احنا نعمل له بعد من فوق من هنا. لو احنا خدنا الاخر واحد اللي هي السيركل دي وعملنا كنترول دي ورفعناها فوق بحيث انها تبقى فوقه بالشكل ده، ورحنا عملنا ام ام من لوحه المفاتيح، وتعالوا نلعب في الاكسبانجن تاني، بس مش الاكسبانجن ده، ده احنا نشتغل على الانر اكسبانجن، يبقى بالشكل ده كده. الفيذر هعمله بزيرو، وده برضو هعمله بزيرو، هي الدنيا كلها عملية ظبط. نيجي على السيركل دي ونخلي السوليد لونها اغمق،
عشان تديني البعد اللي انا عايزه. زي ما انتم شايفين كده ادت بعد تاني خالص. لو عملنا ام ام وروحنا للاكسبانجن ده كده تمام، وبرضو اللي فوق قفلناه خالص، بقت او بقى بالشكل ده. ممكن عشان نديله بعد احسن نروح للسين لاين اللي هو للخط الرفيع اللي احنا عملناه، وكنترول دي ونرفعه فوقه بالمنظر ده كده. بس هو هنعمل في حاجه بسيطه قوي، هنعمل سولو للاثنين دول، وهحاول ان انا اظبط السكيل بتاع الماسك ده انه يطلع في الحته دي بحيث انه يديني خط بيلمع رفيع. هتك اس وكبر السكيل لغايه مثلا ما يطلع هنا كده. بعد كده بصوا بقى، لو شلنا ده شفتوا الدنيا بقت عامله ازاي. ممكن ان احنا نتك ام ام ونشوف بقى الفيذر بالشكل ده كده. يعني ده كان حاجة سريعة قوي عن الماسكس، ازاي ان احنا نرسم به الماسك. طبعا هو له تكملة، لكن حدود الدرس بتاعنا عن الماسكات تقف لغاية كده. اتمنى يا رب تكون المحاضرة دي مفيدة، وان شاء الله نبدأ في المحاضرة اللي بعدها في الكلام على الاضاءة والكاميرات. السلام عليكم.